بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، الآن راح أعرض عليكم فكرة جديدة. هذه غرفة طبعا فيها شباكين، هذا مكيف وهذا شباك. الشباك هذا شباك طبيعي زي أي شباك. نجي نفتح الظرفة هذه، فتح الشباك على الحوش مباشرة. السر والمفاجأة والفكرة هنا، لما نفتح الشباك الظرفة هذه يطلع لنا يعني يشبه مكيف الصحراوي، مروحة مركبة على برميل من وراء شرائح تبريد من الداخل، نفس فكرة المكيف الصحراوي، متمدد الأسلاك من خلف المكيف واصلة إلى هنا، يشتغل على طاقة شمسية، يشتغل على كهرباء، طبعا ما ياخذ كهرباء كثير، شيء مرة بسيط. طريقة التشغيل خلاص، هنا عندك ثلاث سرعات المروحة، ومكانك انها تتحرك. طبعا دفع الهواء للمروحة هذه جيدة جدا، عجبتني صراحة. المكيف لسه جديد، أنا استعجلت في التصوير بس صراحة من الحماس. أمس نمت على في الغرفة هذه، كان شغال طول اليوم التانكي، طبعا من هنا الماء من المنطقة هذه إلى الأسفل، هذا خزان ماء يعتبر داخله. التانكي كفى معايا أكثر من 10 ساعات تقريبا. المكيف هذا كان شغال لكن كان يشتغل الكمبروسر لمدة دقيقة دقيقتين ويفصل يمكن ساعة، ووقت مرة طويل. اكتشفت انه يوفر كهرباء، يرطب الغرفة، يدخل علي هواء نظيف طول الوقت من الخارج. فهذه فكرة جميلة، اصور لكم الان من الخارج نشوف المنظر. الفكرة من الخارج زي كذا، طبعا ما اكتملت، انا الان لسه في التجارب. رجعت الشبك، هذا قصيت الشبك، قصيته ورجعت مسافة 30 سنتي ورا. اليوم مؤقتا مقفله في السفنج هذه، لما اشوف له طريقه بخشب او بالفوم اقفله باذن الله. هذا طبعا ريش التبريد زي اللي في غرف الزراعيه او الدوازن نستخدمها. طبعا هذه قبل ان نستخدمها تغسل جيدا لان ريحتها صراحه بشعه، فتغسل 3 4 مرات في المويه وخلاص. المويه الان درجه حرارتها عادي زي الخزان، بعد ساعه تكون هذا الخزان يكون بارد جدا. هذه المساحة اللي تكفت الموية تكفي تقريبا إلى 10 ساعات وبالتوفيق. الأسلاك طريقة تمديدها زي كذا، طبعا سلك للمروحة وسلك للطرمبة من فوق المكيف داخل على الغرفة جوا. هذا المكان هنا نخليه للبطارية، بطارية ولوح طاقة بإذن الله يركب في المنطقة هذه. وشكرا للجميع.